احنا حققنا هذه الانتصارات ووصلنا الى هذه المناطق. الشباب سقطوا التباهات اللي هناك واسقطوا بعض التباهات لهذا الاتجاه، والجماعه شردوا وتركوا اسراهم متواجدين معانا هنا، والغنائم متواجده مع الشباب هناك. الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. نشكر قياده التحالف العربي ممثله بالدوله الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه وكل من شارك في التحالف العربي، اخواننا في الدين وفي الارض وفي الله سبحانه وتعالى ثم فضل هذا الرجال الاوفياء المخلصين وفضل قيادتنا الحكيمة وقوات بفضل قوات تحالف العربي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. سيطرنا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، احنا في الآن على مشارف مدينة بيحان، تم السيطرة على مفرق السعدي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم تم السيطرة على مفرق الهديبي، محطة الهديبي، والآن احنا متحركين بإذن الله إلى المدينة بيحان، عقبة الزندق وعقبة العقبة اللي تتوجه إلى منطقة البيضاء إلى محطة البيضاء. والحمد لله عندنا أسرى منهم والجماعة شردوا وحطوا وقتلاهم مرقمين هناك جثث مرقمة. المهم تحياتي لك وتحياتي لمن كل من سأل على ألوية العمالقة وكل من سأل على هؤلاء المجاهدين الأبطال.